هناك احنا تعال شوف الوحوش. وين الوحوش يا ليلى؟ يا الله مهند شفت الوحوش؟ عدي بسم الله شو صار؟ شكلهم كثير مرعب يا مهند. مهند ليلى ليلى يا الله مهند خطفوها لليلى يا متابعينا الشياطين المرعبين خطفوها لليلى يا الله. عدي كيف بدنا انقذها؟ مهند قرب الزوم قرب فرجون للمتابعين. بسم الله يا متابعينا هلا شكل الوحوش شكلهم كثير مرعب. يا الله شوفوا هذا المرعب الهيكل العظمي. مهند نعم يا عدي هلا امامكم يا متابعينا بدي انزل اكشف عن وجههم تمام وبدنا ننقذ ليلى تمام يا احمد تمام يلا يا مهند بسرعة. يلا يا عدي امشي تعال انا عدي انا وراك بسم الله يا الله لازم ننقذ صديقتنا ليلى قريب رح نكشف هلا عن وجههم يا متابعينا كلكم كلكم اشتركوا في القناة وحطوا لايك للفيديو وكتبوا لنا بالتعليقات إذا بدكم نكشف عن وجههم تعال يلا يا عودي يلا 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 استني مهند في وحوش في وحوش ورا؟ في وحوش يا مهند استنى في وحشين كبار كثير يلا يا مهند يلا عودي راحوا الوحوش الكبار؟ يلا يا عودي يلا يلا اطلع يا أحمد يا الله يا متابعينا ليلى المسكينة مهند خليني أشوفهم قرب 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 بسم الله يا متابعينا الوحوش الأشرار خطفوا ليلى هات أصورهم يلا يا عودي خطوة تعال ننزل بسرعة يا الله هدول الشياطين الأشرار شوفوا ليلى شوفوا ليلى هذا أحمد كان يروح يخاطر بحياته مشان ليلى يا متابعينا بس أنا مسكته يا الله شوفوا هذا الوحش اللي بارك فوق يا متابعينا وشوفوا ليلى المسكينة شوفوا ليلى المسكينة يا الله الموضوع كتير مرعب يا متابعينا بس هلا أنا بتعرفوا بدي أروح وأنقذ ليلى تمام بدي أنقذهم من هدول الأشرار تمام تمام يا عودي وانا أنا عم أراقبهم يا عودي بسم الله عودي بدي أعذبوا ليلى لا بخليهم يعذبوها يا مهند انا هلا بهجم عليهم بسم الله يا الله شكله كثير مخيف عدي شو بدنا نسوي طالع فوق كان هذا سعدان هذا او يمكن شمبانزي ولكن نحن هلا يا متابعينا ما لنا خايفين من شيء والله راح اروح نساعد ليلى ونكشف عن وجهه لهذا الشرير تمام تمام حطوا لايك للفيديو مهند راقبهم يلا يا عدي شوف شو عم بيسوي بسم الله شكل وحوش الاشرار اقنعتهم كثير مرعبه يا متابعينا مهند تعال من هون راقبهم يلا يا عدي تعال تعال يا احمد تعال معنا يا الله مهند شوفوا يا متابعينا يا الله اوه شوف احمد ايش معه شو هي احمد احمد شو هي ختم الوحش بسم الله هي سقطت من الوحش هي قنبله يا مهند تمام خلينا نشوف بس نرميها شو راح يصير قرب صور يلا يلا انا عم بصورها صور واحد اثنين ثلاثه يا الله شوف الشعاع اللي طلع يا الله سيطر عليه اوه بسم الله رجع زتها خافوا منها كثير خطير يا مهند بسم الله وليش وراك نلف لعندهم مهند انا بدي اروح لف لعندهم هلا واقضي عليهم تمام تمام حميدو. احمد استنانا هون استنانا هون تمام لا تتحرك مهند تعال نتسلل من هالطرف هون ونروح نقضي عليهم يلا يا عدي بسم الله يلا يا عودي يلا يلا يا عودي يلا ارقد 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 دخلنا على الغابة دخلنا على الغابة صور ليلى كيهوك ليلى صورها تمام صور ليلى شفتها يا الله مهند الموضوع مرعب كثير يلا يا عودي هجوم انقذ ليلى مهند طلع نعم هي مهند شو هي هي بسم الله حية بالغابة يا بسم الله حية شريرة الحية الشريرة شو رايك ارميها عليهم رميها عليهم يلا واحد اثنين ثلاثة عدي صديقي احمد هجم بدي انقذ ليلى سيطروا على احمد خلينا نجم انقذهم عدي ننقذهم إيه؟ مهند انا برايي ننتظر نشوف شو راح يسووا راقبهم قرب قرب خلينا نراقبهم بسم الله يا الله يا متابعينا صديقنا احمد يا الله مهند يا الله كيف بدنا ننقذ ليلى من الاشرار المرعبين مهند تطلع نعم الموضوع صار كثير خطير يا مهند شو بدنا نساوي طلع التراب كهنه قدام عينكم يا متابعينا بدي اضربهم بالتراب يا مهند صورهم صورهم يا الله بسم الله ليلى عم تبكي ليلى يا مهند صارت تبكي عودي خلينا نهجم ننقذهم خلينا نهجم يا عودي يلا واحد يلا عودي انقذ ليلى انا تمام تمام يلا واحد يا متابعينا ادعوا لي تمام يلا, يلا. تعال يا ليلى بسرعة تعالي نهرب معي يا شرير تعال يا ليلى تعال يا أحمد تعال يلا يا عدي تعال ارقد تعال للمنزل تعالوا للمنزل تعالي للمنزل يا ليلى تعالوا ارقدوا الوحوش عم يلحقونا الوحوش عم يلحقونا يلا يا حميد اطلعي يا ليلى اطلعي
تعال يا حميدو. يلا مغنى. يلا يا عدي. يلا بسم الله الوحوش. بسم الله الوحوش. ابي الحقونا. خلي ليلى. يا الله جانا الوحش الكبير. سكر سكر عدي. يلا مغنى. مغنى الموضوع كتير خطير ومرعب. بسم الله. يا الله. عدي. خلودة. تليفون. خلودة هذا عم يتصل. رد رد. الو ايه خلوده. مرحبا عدي، لازم تسوي فخ للوحش الشرير وتكشف عن وجهه وتشيل القناع على المتابعين. تمام هلا رح اعمل لهم فخ واقضي على واحد فيهم ونكشف عن وجهه للمتابعين. تمام شكرا خلوده، يلا سلام. يلا يا عدي خلينا نطلع. عنا طلع شو قال؟ لازم نطلع ونعمل لهم فخ فوق. تمام تمام يلا جاهز. يلا ليلى احميدو. ليلى احمد ارقدوا لفوق. يلا ارقدوا لفوق. اطلعوا ارقدوا لفوق. يلا يا عدي بدي يتسلى شوي شوي. انتبه. يا الله دخلوا مهند. دخلوا. ارقد 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 لفوق ارقد. يلا يا عدي. يلا مهند شوف الوحوش. بسم الله الوحوش دخلوا على منزلنا وعم سيطروا علي. يا الله يا متابعينا. بسم الله. انا بسوي فخ. تمام بدي شو الفخ. تعال هون يا وحش. خطفنا. يلا ادخلوا ادخلوا الغرفة. ادخلوها. يلا مهند ادخل الغرفة. ادخل الغرفة. ادخل. يلا يا احمد سكر الباب. سكر الباب. سكر الباب. الوحش اربطوا وعدي اربطوا له الشرير. تعال يا شرير انت بروك بالارض بروك بالارض. يلا بسم الله بروك. يا متابعينا جاهزين؟ مهند واخيرا قبضنا على اول وحش. هلا رح نكشف عن وجهه. تمام يلا يا عدي نكشف عن وجهه للمتابعين. ليلى جاهزه لحتى نكشف عن وجهه؟ بسم الله. تعال احترف يا ليلى انت. يلا مهند عم بيحاول يفتحوا الباب الاشرار. يلا جاهزين يا متابعينا لحتى نكشف عن وجهه لهذا الشرير. شوفوا حجمه كثير صغير. رفع راسك يا متابعين. ايوه مهند شو رايك؟ شو هذا الجهاز؟ معي هذا الجهاز. هلا شفته هون. بسم يا الله شو بيسوي؟ عدي بجوز بيخافوا منه. واحد شو صار؟ واحد شو صار؟ يا الله يا الله يا متابعينا شوفوا يا ليلى احكي يا ليلى. هلا بدي اروح اصيح بالاشرار مشان يخافوا. تمام تمام يا عدي خليني ليلى خليني اراقبهم. فرجيني. بسم الله الأشرار. أنا جاهز؟ جاهز يا عدي. يا متابعينا هلا بدي أهدهم وبدي رحبهم بهذا الصوت الشرير. يلا يا عدي هجوم هجوم. بسم الله. واحد اثنين رجع حميدو تعال ورا. يلا يا عدي خوفهم. كفو يا عدي. شوفوا شلون هربوا. عم يهربوا. عم يهربوا من الصوت الشرير. أوه ماي جاد. تعال يا مهند الله صوروا. بسم الله. خلي عم يضربوا عليها. يا الله. خلينا نروح نكشف وجه القناع. نكشف وجه القناع تعال. يلا. بسم الله. مهند طلع. تعال نكشف على وجهه بسرعة. يلا. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة من تحت بسرعة.